هكذا كانت الصورة بعد صافرة النهاية، احتفالات وفرح بمرور المنتخب المغربي للدور الثاني. فكيف كان سيناريو التأهل؟ تابعت الجالية المغربية المقيمة بزوريخ بمقر جمعية منتدى الشرقي بسويسرا لترقب مقابلة المنتخب المغربي ضد نظيره الإيفواري برسم الجولة الثالثة من الدور الأول، وهي تستحضر سيناريو الإقصاء المبكر من الدور الأول الذي لازمنا لعدة سنوات، آملة أن يتمكن الأسود من طرد هذا النحت الذي عمر طويلا. انتظارات ديال هذه المقابلة المغرب كونتر لا كوت ديفوار غتكون صعيبة وصعيبة بزاف. اللي غادي يتحلى بالتكتيك ويطبق القتالية بحال طوغو غادي يمشيو بعيد، سينو الكوت ديفوار فريق كبير وكبير بزاف، وبدليل شحال مرة تيمشي الفينال. ان شاء الله نتمناو الخير، وكنا تنتمناو يكون مدرب مغربي على القائد هو القائد سفينة، ولكن الحمد لله تعالى نتمنوا الخير. وتمكن المنتخب الوطني من خطف بطاقة المرور لربع النهائي إثر فوزه المثير على فيلة الكوديفوار بهدف دون رد، حيث تمكن اللاعب العليوي من تسجيل هدف هو الأجمل في البطولة لحد الآن في الدقيقة 64، هدف كان كافيا لمرور الأسود للدور الثاني في انتظار متصدر المجموعة الرابعة بين غانا ومصر، هدف تفاعلت معه الجالية معبرة عن سعادتها وفرحتها بهذا الهدف. السلام عليكم. احنا كنا متفائلين في هذا المعهد، الفريق المغربي كان اليوم وقفة جيدة للمنتخب المغربي، وحنا كنا مع مساندين المغاربة ديال سويسرا، وكنتمنوا ان شاء الله نمشيو عند غانا نعملوا مثل هذا نكمل كما مثل اليوم ان شاء الله، وان شاء الله غنضربوا غانا وغنمشيو لقدام. وبهذا الانتصار يكون المنتخب الوطني المغربي قد حقق العديد من المكاسب، أولها الفوز على حامل اللقب، وثانيها فك عقدة بلوغ الدور الثاني، وثالثها التغلب على الفيل الإيفواري الذي لم ننتصر عليه طيلة 23 سنة. الجالية المغربية بسويسرا اليوم أبانت مرة أخرى على تلاحمها مع الفريق الوطني، حيث الفريق الوطني فعلا قدم عرض شيق جدا، ونتمنى يعني تصير المباراة القادمة بنفس الإطار اليوم. وكنا جد فرحين بفوز المنتخب الوطني، وشكرا للجميع وللجالية. بسم الله الرحمن الرحيم. وفي الشوط الأول كان التخوف، تخلعنا بزاف وخفنا لا تكون النتيجة سلبية، لكن الأمل والابتسامة رجعت لنا. كيف كتشوفوا الألوان الأحمر والأخضر يعني تلوح في هذا الفضاء. كنشكروا كل المنتخب فردا، كنشكروا الشعب المغربي لمساندة الفريق الوطني، وكنشكروا الجالية المغربية بسويسرا رغم أنها كانت عبر التلفزيون كانت فينا واحد روح الوطنية من الداخل اللي فعلا كملنا بقراءة القرآن والدعاء للمنتخب الوطني، وفي الأخير الله استجاب الدعاء ديالنا وانتصروا. آخر الكلام والله الوطن المالي. وأصبح المرور للدور الثاني إنجازا بالنسبة لنا، وليس مجرد مرحلة نعبر من خلالها للمنافسة عن اللقب الإفريقي في الوقت الذي كانت فيه الكرة المغربية تطول وتجول ويضرب لها ألف حساب في القارة السمراء، سواء على مستوى المنتخب أو على مستوى الأندية. فرحة عارمة في أوساط الجالية المغربية المقيمة بسويسرا لتأهل المنتخب الوطني المغربي للدور الثاني من البطولة الإفريقية المقامة بالغابون، ليفك بذلك لعنة الخروج المبكر من البطولة التي لازمتنا لعدة سنوات، ويقضي على آمال وطموحات منتخب الفيلة في بلوغ الدور الثاني. الغالي محمد رشاجدة، زوريخ.